مرحبا بكم، رجعنا لكم في عدد جديد من برنامجكم الضيف خفيف. الفنان ديال هذه الحلقه ماشي بحال الضيوف الاخرين، هذا فنان اللي غاب علينا مده طويله ولكن الاغاني ديالو مازالين كنحفظوهم وكنغنيوهم. هو اللي دار سيد الهواري يا سيد البشير. معنا الشاب قادر، مرحبا بك. الله يحفظك. السلام عليكم. على سلامتك. الله يحفظك. توحشناك. الله يربي يخليك. اخويا مغربي جزائري فرنساوي، ما عرفتش منين نشدك. ياك ما عرفتش منين غادي يشدك. واش غيخليك تدني؟ ودابا خصنا تقول لنا. لا انا زايد فوهل في الجزائر، دوريجين مغربي، وليدي مغاربه، منطقه السعيديه وجده بركان، دونك لا ريجيون اوريونتال. وسافرت بكري في فرنسا، دونك عشت من 75. انا خرجت من دوك الناس اللي كانوا منفيين من الجزائر ذاك الوقت ديال 75. فوالا وسافرت ومشيت لفرنسا. المهم نعم، واحد البيريود ديال من 1991 حتى 2000 كان لو توب ديال الشاب قادر. صدرتي 4 ديال لي زالبوم. هاد الغياب اللي غبتي واش ما اثرش على 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 المسيره الفنيه ديالك اللي كانت غاده في تصاعد كبير؟ اش غادي نقول لك، سي فغي درت واحد 4 ديال لي زالبوم. اون جينيرال الفنانين كيديروا واحد 3 تولي 3 زون 4 زون بحال هكا نديروا ان البوم. انا سي فغي سربيتهم هاد لي زالبوم اصلا اللي خرجوا هنا في المغرب في ديك 91 92 كانوا خرجوا من قبل في فرنسا. وهاد لي زالبوم هادو خرجتهم من 87 حتى 90. دونك في 3 سنين درت 4 ديال لي زالبوم سكي انوم. دونك اش غادي نقول لك، ما نهار اللي حبست الموسيقى شي شويه سيتي بوغ اون جورني بوغ 15 جور بوغ 3 سومان. الفنان ما كيحكمش. داز عام، داز عامين، 3 سنين، المهم من ضربنا حساب لقينا راسنا 10 سنين. مشات مده طويله. فوالا مشات مده طويله. واش غادي نقول لك، واخا انا ما كنتش هنا فيزيكمون، الحمد لله الاغاني بقاو في السوق، الان مازال مطلوبين. ما نساوش سيد الهواري تسجلات في 87، قريبا 30 سنه اليوم. نعم. ومازال مطلوبه، مازال. وهذا هو نظن داكشي اللي يبغي الفنان، الفنان يدير الاغاني ديالو يتمنى الاستمرارات ديالو انها تطول وتدوم. يتمنى يلقاهم مازال في السوق 10 15 20 طون ابخي، وحنا رانا في 30 سنه اليوم الحمد لله. دابا جيتي تقول لنا كي دايرين وتعاود ترجع. لا لا ان شاء الله. شوف توحشت الجمهور فريمون بزاف، وهو اصلا اللي ردني اليوم للموسيقى. اش غادي نقول لك، وليت انا ماشي لا جينيراسيون ديال الانترنت، فهمتني؟ كنا في وقتنا حنا ما كانش الانترنت. في ديك الفينات وليت كندخل نقلب ونلقى لي كومونتير، نلقى الناس لي جون هادو الشباب يقول لك اغنيه زوينه بازوم ديال سيد الهواري ولا الغايبه. واحد يقول لك راها ديال فلان، الاخر يقول لك لا 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 راها ديال فلان. نعم. اش غادي نقول لك، انا قلت هاد الناس هادو خاص لي يفكرهم بالماضي وشكون هو الشاب قادر نيشان. في 2010 درت واحد لا كومبيلاسيون سميتها ديما الراي. هاد ديما الراي هادي فيها اصلا واحد اون ديزان ولا كانزان دو شونسون ديالي اللي معروفين اللي باينين نيشان. واش غادي نقول لك، عاد الناس لا جوناس هادو الشباب داروا واحد الوجه في شي حاجه اللي كانوا سمعوها من قبل. لو سوكسي ايميديا، الالبوم هذا الى تري تري بيان مارشي، ردني للموسيقى. دونك جيت هنا 2011-2012 درت واحد لا تورني ميوزيكال، تلفزيون، اذاعات وداك الشيء. اش غادي نقول لك، اليوم خصنا الجديد. اليوم رانا فلا. بالنسبه للشباب ديال هذا الوقت ملي كيسمعوا مجموعه ديال الاغاني شاب قادر اللي مازال كتعاود لحد الساعه، كيسحب لهم هذوك راه اصدارات جديده اللي عاد خرجت هذه عام ولا عام ونص. انا كانت عندي واحد الطريقه باش كنخدم في الموسيقى. انا الجيل ديالي اللي كبر مع لو لايف لا ميوزيك جوي باغ دي فغي ميوزيسيان. اش غادي نقول لك، انا 75 مشيت للخارج، كنت كنمشي لي ديسكوتيك، دونك كنت كنسمع داكشي اللي الاغاني اللي كنا كنسمعوهم بكري الشباب ديال بكري، بحال دو ريغي، بوب مارلي، نسمعوا دلا سول، نسمعوا دو فانك، اما كلشي لايف. دونك تربيت انا بديك داك لي ستيل وديك ديك لومبيونس ميوزيكال. انا جو سوي اصلا فان دو كارلوس سانتانا، بيه بديت الاله لا جيتار وداكشي. دونك عندي مالي غوب دو روك داكشي لو لايف هذيك. واصلا على ليبوك يافي با دو ماشين، دي ماشين ما جاو حتى هذيك الالفينات هذا جاو. دونك كبرت في ذاك لو ستيل. لي بروميير تورني اللي درناهم بلي شونسون بحال سالد مدرعي بحال الغايبه، سي دي شونسون مشينا اون تورني مع لي ميوزيسيان اللي كانوا عندي على ليبوك كازيمون بوندون واحد 2 و 3 موا قبل ما نسجلوهم. سكيف عاد بقات هذيك لومبيونس لايف، لومبيونس سود، لومبيونس سخونه. اش غادي نقول لك، ما
لو غاي ديال ديالي سورتو دو ليبوك ما كيبغيش هاد لي ماشين سي تان راي سخون شو كي بوج بيان اون جينيرال. الشاب قادر كي داير العلاقه ديالك مع المغنيين ديال الراي لا القدامين ولا حتى الشباب اللي كاينين دابا بكثره؟ حنا مالوغوزمون ما كنشوفوش صراحه مزيان ما كنتلاقاوش. كان واحد الوقيته في لي زاني 80 كنا مره اون فرونس بعدا مي كان اللغه يلاه وصل. عندنا مجموعه ديال المغنيين ديال الراي اللي كيستقروا في فرنسا، كاين شاب خالد، كاين شاب فوديل، كاين مجموعه ديال المغنيين. لغه باش تعرف اسونسيالمون اي سي لونسي اون فرونس في دوك 85 86 لي بروميير فيستيفال ديال الراي كانوا ديال لا بوبيني وديال لا فيلات. كان على بوك كان عاد موسيقى تراديسيونال ما كانش فيها لي زانفلونس اللي درناهم من بعد. دونك كنا كنتلاقاو كنا كنتشافو كنا كنهضرو واش غادي نقول لك لو طون الى في لي شوز كل واحد وفين. كان رانا راي على بوك رانا راي اغنيه ديال الزينه ديال الطايله باغ اكزومبل دي زامي ديالي. دونك اون بوكو تورني اونسومبل في العالم كله كازيمون. دونك سي دي جون كي تفرقوا من بعد دونك ايزون غيتي حبسوا الموسيقى. واش غادي نقول لك ابري كما قلت فوضي تا هو راه من فرنسا، خالد تا هو الى كونس لا كاريير فرنسا، مامي تا هو وي مامي. دونك فوالا الشاب قادر من بعد ما غبتي هذه المده خليتي واحد المجال مفتوح لمجموعه ديال الناس اللي كل واحد كيدخل بنفس الاسم ديال الشاب قادر وكيوصلوا لمجموعه ديال الحوايج بالاسم ديالك. ما عرفتش شنو غيكون رد الفعل ديالك انت مثلا؟ كما قلت لك انا ماشي جيل ديال الانترنت، حنا كنا كنديروا موسيقى من بكري وكان واحد الاحترام بيناتنا بين الفنانه. غبت واحد 10 سنين سي فري، من دخلت الانترنت اش غادي نقول لك دخت لقيت شي ثلاثه ولا اربعه ديال الناس، شاب قادر جابوني، شاب قادر وهراني، شاب هادي حشومه. علاش؟ كيعطوا واحد الصوره اللي انا جوج با لو ترافاي ديالهم، جوج با لارتيست، ولكن واحد الاحترام بيناتنا. اليوم كان واحد الجيل انترنت اللي ما يعرفش فورسيمون شاب قادر اللي كان في دو كونيتر، ما خصوش يمشي غلط. الله يرحم الوالدين، نطلب منهم ينقيو داكشي ديالهم وما يبقوش يخدموا بشاب قادر. شاب قادر سي ان نون ديبوزي في الخارج من 85 فوالا، باش نزيدوا من القدام يبقى توجد الاحترام بيناتنا بين الفنانه، بقى ديك الحلاوه اللي كانت من بكري ان شاء الله. مشاهدينا نخليكم مع فاصل ونرجع من بعد. حملوا تطبيق زوم سات على اندرويد وتابعوا جديد حلقات برنامج لقاء خاص معي انا سهام فضل الله. مشاهدينا رجعنا لكم مره ثانيه مع الشاب قادر. الشاب قادر لاي درجه ساهمتي في انتشار والتطور ديال فن الراي؟ شنو نقول لك؟ الراي من وصل لفرنسا بكري في ديك 85 كان عاد ستيل تراديسيونيل كيتلعب بواحد لا مانيير واحد لا فاسون تري تراديسيونيل تري مارياج تري فات. عطينا واحد لا كولور ميوزيكال ديو اوز انفلونس اللي كانوا عندي على ليبوك. كما كنت نقول لك كبرت فرنسا دونك كنت نمشي للديسكوتيك تري تري تو دونك سول فانك فوالا فاريتي انترناسيونال. دونك عطينا له واحد لا كولور ميوزيكال عالميه وداك الشيء اللي كان خص في ديك الوقيته يندار في ديك الموسيقى. يلاه عجبت لي الكور بزاف فوالا، ولات حاجه اللي كانت غريبه شويه في الراي ليبوك، ولات حاجه موديرن اكتويال. دونك كل الناس كي انفلونسو منها. المهم شاب قادر حصلتي على الجائزه العالميه ديال الموسيقى العربيه، كيف كان الاحساس ديالك ملي توجتي بهذه الجائزه؟ اش غادي نقول؟ مع العلم انك عشتي مده طويله في فرنسا وكاين فنانين اللي عاشوا في العالم العربي وما فازوش بهذه الجائزه. لا لا بصح فزتي بها انت. بصح اش غادي نقول لك؟ حنا في وقتنا الحمد لله خدمنا صراحه مزيانه. اش غادي نقول لك؟ انا من الفنانين الاولين دست في لو تايمز امريكان، لو ميور ماغازين امريكان، لو ميور ماغازين المون، لو ميور ماغازين اونجلي. دونك خدمنا لبلادنا وخدمنا باش نعطيو ثاني كاينه واحد الصوره جديده لي زيميغري ا ليبوك. اش غادي نقول لك؟ كنا نتسناوها، كنت نتسنى او موان ان بتي مو دو غوميرسيمون قال راك خدمت انت برافو عليك وفوالا. المهم الى فالي 30 طون باش يجي داك سميتو، ولكن جا
والحمد لله فرحت بريمو بزاف. واش غادي نقول لك سي شرف ليا كبير كبير هذا لو بري هذا غومي بار اليونسكو بار المينيستير دو لا كولتور. دونك حاجه مهمه في حياتي انا كي مونكوراج ا كونتينيو ا سورتير دو نوفيل شوز ونزيد ان شاء الله نعلي العلام ديال بلادي ان شاء الله. رجعتي لينا مؤخرا بواحد الفيديو كليب اللي ما ننساك، عاود لينا على هذه التجربه. اش غادي نقول لك، انا مون فو توجور في, 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 في الموسيقى. الموسيقى ديالي هي سيت اون مان طوندو، راك بحال اللي عطيت يدك لشي واحد وقلت ليه انا معاك. عشت في واحد ليبوك وين كان لو غاسيزم بزاف وين كان لو روجي بزاف. حلمت ندير واحد لو ستيل عالمي اللي يعجب الناس كما كان الحال. انا كنت ممنوع باش نمشي نشطح في الديسكوتيك، قليل فين كان يخلوني ندخل. تا ولات الموسيقى ديالي بروغرامي لداخل. دونك هذا شرف لينا فريمون، سيت اون ريوسيت ارتستيكمون بارلون. كان عندي واحد الحلم ملي كنت صغير، نسجل افيك ان اوركستر فيلارمونيك. من سنه لو كونترا ديالي مع يونيفرسال اون 2002 جاتني الفرصه. دونك سولوني على ليبوك لا ميزون دو ديسك اش باغي دير في الموسيقى وداكشي، قلت لهم باغي نسجل افيك ان اوركستر فيلارمونيك سي بوسيبل لوركستر فيلارمونيك دو بلغاري صوفيا. هو كان على ليبوك اوركستر كبير باين، سي لوركستر اللي كيسجل مع باغي وايت على ليبوك. دونك فوالا جاتنا الفرصه، دونك اون انغوجستري بليزيور شونسون معاهم. فوالا دونك بقات هذيك ليكسبيريونس زوينه فريمون. سيتي كيك شوز دو نوفو في هذا لو ستيل دو غاي، فريمون ان غاي توجور لايف مي كلاسيك افيك دو بون بو فيولون. سكي فو سافوار لوركستر فيلارمونيك هما 60 ميوزيسيان. دونك سكي فو سافوار سي كو لوركستر فيلارمونيك سي 60 ميوزيسيان، سي با ريان. دونك درنا واحد ليزارونجمون زوينين وداك الشيء من باريس ومشينا لا بلغاري سجلنا معاهم. فوالا وجاتني هذه الفرصه هذه باش نعاود ندير اغنيه جديده هي ما ننساك بشي طريقه جديده. فوالا اي بروبوزي ان نوفو غاي، ان غاي كلاسيو، ان غاي كلاسيك. فوالا بور لو موند. انا مادابا اش غادي نقول لك، حياتي كامله دوزتها في الخارج وديما كنا كنسجلوا ونديروا لي زالبوم بور لو غاست دو موند. انا حلمت يدير ليدر بومبارلي يديروا الشاب قادر، وبغيت هذا الشيء لبلادي فريمون. بغيت ندخل ليكسبيريونس ديال الناس اللي نجحوا على برا ندخلها لبلادي باش نزيدوا نطوروا نزيدوا من القدام. والحمد لله سي تري تري ريوسي. وكنت باغي تاني كاينه واحد الصوره عالميه دون لو كليب، اون فوا دي جون في سي سون دي فري فيولونيست. Ne font pas ce blanc, sans blanc. Donc c'est des vrais musiciens, c'est très important. Il y a bon AFL cette ornière هذه. كي ما قلت لك انا حلمت مازال نزيد نخدم بلادي ونزيد نطور داك الشيء على برا. واش غنقول لك، ولو غاي ديال اليوم الى بوزوان فريمون دو سا، الى بوزوان واحد لوفرتور جديده، فكره جديده. فوالا انا كنقول ديما كيسولوني على هاد جيتهم لي زافريونس ديال الراي، كنقول لهم لو غاي راه بحال الطوموبيل اللي كانت جديده ولات اوكازيون مشى ليها الموتور. دابا خصنا نديرو لها شي موتور جديد باش ت نعم. انا ما ننساك قلبي ديتيه معاك، انا ما ننساك، انا ما ننساك، انا ما ننساك، انا ديما معاك. شاب قادر، بغينا شي كلمه اخيره اللي فان ديالك اللي كيتابعوك على زوم سات تي في. وبغيت نقول لهم بعدا فرحان بزاف فريمون لو غوتور هذا، توحشتهم بزاف. 10 سنين راه بزاف، راه ماشي نهار ولا يومين، والحمد لله اليوم كان هذا الكليب وانا عارف بلي راه يفوت بزاف في زوم تي في. شرف ليا فريمون، وني عارف بلي عجب الناس ان شاء الله غادي يزيد من القدام. واش غادي نقول لك، نسلم عليهم بزاف بزاف هذا لي فان ديال زوم تي في. واش غادي نقول لك، غادي يكون جديد ان شاء الله قريبا. جو لوغ فيم بروميس، واحد الوعد هي تكون اون نوفيل شونسون تولي 3 موا ان شاء الله افيك ان نوفو كليب وطريقه جديده اشاك فوا ان شاء الله. جو لي زومبراس فريمون بوكو وان شاء الله نتشافوا. الله يوفق الشاب قادر، وحنا فرحانين بلو غوتور ديالك. ربي يخليك. كنتمناو اننا كل خطره نشوفوك ان شاء الله بشي جديد يكون زوين بحال داك الشيء اللي كان. ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا نولوا لو باسي توجور لو لايف توجور لي فري ميوزيسيان. اكزاكتومون. اي سي سا جو بونس كي مونك اليوم في الراي هذا. يكون خير ان شاء الله. شكرا على هذا اللقاء الجميل. ربي يخليك. مشاهدينا شكرا على حسن المتابعه، كنضربكم موعد ان شاء الله في الحلقه القادمه مع ضيف اخر. بسلام عليكم.